ناس كتير بدأت تسأل إيه أفضل شهادة ادخارية متغيرة دلوقتي وتحقق عائد كبير. أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج السهم على قناة الأموال. خلال اليومين اللي فاتوا البنوك خفضت الفايدة على الشهادات الثلاثية ذات العائد المتغير بنفس النسبة اللي خفض بيها البنك المركزي أسعار الإيداع والإقراض بنسبة 0.5%. وبعد التخفيض ده ناس كتير بدأت تسأل إيه أفضل شهادة ادخارية متغيرة دلوقتي وتحقق عائد كبير. وزي ما وعدناكم هنقدم المعلومات بكل بساطة وسهولة، وواحدة واحدة هنفهمكم كل حاجة. قلنا قبل كده إن الشهادات الموجودة في البنوك نوعين، شهادات ذات عائد ثابت والتانية ذات العائد المتغير. في فقرتنا دي هنتكلم عن شهادات الادخار الثلاثية ذات العائد المتغير الموجودة في البنوك وإيه أفضلها من حيث العائد والمخاطر، والشهادة المتغيرة يعني إنها مربوطة بسعر الكوريدور، أي سعر الإيداع والخصم اللي بيعلنه البنك المركزي المصري. يعني الشهادات متغيرة العائد تكون دائماً عرضة لتقلب سعر الفايدة مع كل قرار للجنة السياسية النقدية في المركزي بخفض أو رفع الفايدة، على عكس الشهادات ذات العائد الثابت. لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي كانت قد قررت في اجتماعها الأخير خفض كل من سعر عائدي الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 50 نقطة أساس ليصل إلى 8.25% و9.25% و8.75% على الترتيب، كما أيضا تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 50 نقطة أساس ليصل إلى 8.75%. تعالوا دلوقتي نستعرض معاكم أسعار الفايدة للشهادات متغيرة العائد بالبنوك في 12 بنك بعد خفضها 0.5%، وغالباً ما تتفق البنوك في إجراءات الحصول على الشهادة، واللي تتمثل في بطاقة رقم قومي، إيصال مرافق، نموذج إصدار الشهادة. وتتنوع دورية الصرف على الشهادات شهري، ربع سنوي، نصف سنوي، وسنوي. البنك الأهلي المصري الشهادة البلاتينية 3 سنين للعائد المتغير، نسبة الفايدة 8.5%، ودورية صرف العائد كل 3 شهور. الحد الأدنى لشراء الشهادة يبدأ من 1000 جنيه ومضاعفاته. البنك التجاري الدولي شهادة ادخار العائد المتغير، نسبة الفايدة 7.5% سنوياً، ودورية صرف العائد كل 3 شهور. رابعاً بنك القاهرة شهادة البريمو 3 سنوات للعائد المتغير، نسبة الفايدة 7.25% سنوياً، يصرف العائد الشهري أو 7.5% سنوياً، ودورية صرف العائد كل 3 شهور. شهادة البريمو المتميز نسبة الفايدة 8% سنوياً، ودورية صرف العائد كل 3 شهور. الحد الأدنى لشراء الشهادة يبدأ من 1000 جنيه ومضاعفاته. خامساً بنك مصر شهادة القمة 3 سنوات للعائد المتغير، نسبة الفايدة 8.5% سنوياً، ودورية العائد كل 3 شهور. الحد الأدنى لشراء الشهادة يبدأ من 1000 جنيه ومضاعفاته. سادساً بنك التعمير والإسكان شهادة 3 سنوات للعائد المتغير، نسبة الفايدة 7.75% سنوياً لدورية العائد الشهري، أو 8% سنوياً لدورية العائد الربع سنوي، أو 8.25% سنوياً لدورية العائد نصف سنوي. الحد الأدنى لشراء الشهادة يبدأ من 1000 جنيه ومضاعفاته. سابعاً بنك الإسكندرية شهادة أليكس برايم للعائد المتغير، نسبة الفايدة 7.25% سنوياً، ودورية صرف العائد كل 3 شهور. شهادة أليكس برايم جولد للعائد المتغير، نسبة الفايدة 7%، يصرف العائد كل شهر. الحد الأدنى لشراء الشهادة يبدأ من 1000 جنيه ومضاعفاته. ثامناً بنك سقيب شهادة سقيب 1 للعائد المتغير، نسبة الفايدة فيها 7.25% سنوياً، ودورية صرف العائد يومياً شهادة سقيب برستيج 7.75% سنوياً، ودورية العائد شهرياً أو 8% سنوياً، ودورية العائد كل 3 شهور. الحد الأدنى لشراء الشهادة يبدأ من 1000 جنيه ومضاعفاته. الشهادة التاسعة معنا هي بنك الإمارات دبي الوطني شهادة 3 سنوات للعائد المتغير، نسبة الفايدة فيها 7.5% سنوياً،
ودورية صرف العائد كل 3 شهور. الحد الأدنى لشراء الشهادة يبدأ من 1000 جنيه ومضاعفاته. الشهادة العاشرة هي البنك العربي الأفريقي الدولي. نسبة الفايدة تتراوح بين 7.25% سنوياً للعائد الشهري و 7.5% سنوياً للعائد الربع سنوي، أو 7.75 سنوياً للعائد النصف سنوي، أو 8% سنوياً للعائد السنوي. الحداشر معانا هي بنك عودة مصر، شهادة 3 سنوات للعائد المتغير، نسبة الفايدة 7.75% سنوياً ودورية صرف العائد شهرياً. الحد الأدنى لشراء الشهادة يبدأ من 1000 جنيه ومضاعفاته. الشهادة رقم 12 والأخيرة هي بنك أبو ظبي الأول، شهادة 3 سنوات للعائد المتغير، تتراوح نسبة الفايدة بين 7% سنوياً للعائد الشهري أو 7.25% سنوياً، ودورية صرف العائد كل 3 شهور أو 7.5% سنوياً، ودورية صرف العائد كل سنة. الحد الأدنى لشراء الشهادة يبدأ من 5000 جنيه.